أعزائنا طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، مجموعة من الحلقات التلفزيونية والإذاعية عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمجموعة من الخبراء والمتخصصين والمدرسين في المراحل التعليمية تحديداً للشهادة الثانوية من خلال منصة وزارة الشباب والرياضة. طبعاً ده من خلال التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف. مرحلة صعبة مهمة بتجتازها مصر الحبيبة من خلال تعاون كافة الجهات. نتمنى بإذن الله كل الخير وكل الصحة وكل السعادة والنجاح لكل الشباب المصري، ودايما وأبدا تحيا مصر. ما المقصود به الشد العضلي؟ كلنا عارفين إن الشد العضلي هو تقلص يحدث في العضلة نتيجة إجهادها، ولها أسباب أخرى طبعاً، ويرجع الأسباب إلى إما لنقص جزيئات الـ ATP، وبالتالي لا توجد كمية طاقة كافية لفصل الروابط المستعرضة عن خيوط الأكتين، فتظل العضلة في حالة انقباض مستمر. وهناك سبب آخر، إذا وصل للعضلة سيالات عصبية خطأ من المخ فتؤدي إلى انقباض العضلة وعدم انبساطها. وما ننساش كمان إن في سبب ثالث هنعرفه وإحنا بنراجع التنسيق الهرموني، متعلق بنسبة الكالسيوم في الدم، وهي إذا انخفضت نسبة الكالسيوم في الدم نتيجة نقص هرمون الباراثيرمون سيؤدي بالطبع إلى حدوث شد عضلي. لو زاد هرمون الكالسيتونين وتناقص الباراثيرمون فانخفض نسبة الكالسيوم في الدم سيؤدي ذلك أيضا إلى حدوث شد عضلي. ما المقصود به الحركة الموضعية اللي لسه كنت بقولها من شوية، حركة العضو بالنسبة للجسم؟ وبالتالي عندنا مثال كالحركة الدودية للأمعاء الدقيقة داخل جسم الكائنات الحية أو الفقاريات. سؤال آخر بيقول ماذا يحدث في حالة عدم ري النباتات لفترات طويلة؟ لما يتم مفيش عملية ري للنباتات لفترات طويلة أكيد هيتبخر الماء من الخلايا ويؤدي إلى انكماش الخلايا، فيفقد النبات دعامته الفسيولوجية، يبقى النتيجة يفقد النبات الدعامة الفسيولوجية. ماذا يحدث في حالة غياب السائل المصلي من مفصل الكوع؟ يحصل إيه لو السائل الزلالي ابتدى يختفي في المفاصل زي مفصل الكوع؟ ستحتك الغضاريف ببعضها، طبعا هو كان بيسهل، وبالتالي تحتك الغضاريف مما يصعب حركة العظام عند هذا المفصل، هتلاقي الحركة بتبقى مؤلمة شوية. يبقى ماذا يحدث؟ سيؤدي ذلك إلى احتكاك الغضاريف ببعضها ويصعب حركة العظام عند المفصل، وأكيد نتيجة الاحتكاك المستمر بين الغضاريف سيؤدي ذلك إلى حدوث خشونة في طبقة الغضاريف بعد أن كانت طبقة ملساء. علل لما يأتي: تظل الكرمات على بعد مناسب من التربة. الكرمات والأبصال ليه بتفضل على بعد مناسب من التربة؟ يرجع لوجود نوع من الجذور تسمى الجذور الشادة، عند انقباضها تعمل على سحب الكرمة أو البصلة إلى بعد مناسب من التربة، وذلك لحمايتها، حماية طبعاً الساق المخزنة أو مختزنة للغذاء، وتدعيم أجزائها الهوائية ضد الرياح. دينا سؤال آخر علل: الدعامة الفسيولوجية مؤقتة والدعامة التركيبية دائمة. مؤقتة، الدعامة الفسيولوجية مؤقتة لأنها تعتمد على امتصاص الخلايا للماء بظاهرة الإسموزية من خلال فجواتها العصارية التي تضغط بعد ذلك على البروتوبلازم، والذي يضغط على جدار الخلية فيحصل له تمدد ويحصل له توتر ويحصل له نوع من الشد، فيكتسب النبات دعامة فسيولوجية. وعندما يفقد
خلايا النبات أو تفقد خلايا النبات الماء تنكمش الخلايا ويفقد النبات دعامته الفسيولوجية وبالتالي تصبح مؤقتة تتكون ثم تتلاشى. بينما الدعامة التركيبية دعامة دائمة. ليه الدعامة التركيبية دعامة دائمة؟ لأنها تنشأ من ترسب بعض المواد على جدر الخلايا وتظل موجودة دائما، مثل السليلوز واللجنين لما بيترسب على جدر الخلايا مثل خلايا الكولانشيمية والإسكلورانشيمية. وأيضا ترسب طبقة الكيوتين على خلايا البشرة وأيضا ترسب مادة السيوبرين على جدر بعض الخلايا مثل خلايا الفلين. يبقى هنا دعامة دائمة. نروح لشكل قدامي كده ونشوف مجموعة الأسئلة اللي عليه. ما اسم العضلة رقم 1؟ ما اسم العظمة رقم 1؟ ما بسألش على العضلة، بسأل على العظم رقم 1. طبعا العظمة دي في الذراع وفي أعلى جزء من الذراع، تبقى تقدر تجاوب وتبقى متأكد منها إن دي عظمة العضد. ما اسم التجويف اللي بيستقر في رأس عظم هذه العظمة؟ اسم التجويف إيه؟ كلكم عارفينه، بيستقر رأس عظمة العضد في تجويف اسمه التجويف الأروح. طب ما تيجي نشوف سؤال آخر على نفس الرسم. هل يعتبر رقم 4، وبص قوي على 4، وتر أم رباط؟ ولماذا؟ لو أنت عارف الفرق بين الوتر والرباط هتجاوب بسرعة. 4 يعتبر وتر. لماذا؟ لأنه يصل ما بين العظم والعضلة. لكن إمتى يبقى رباط؟ لو كان بيربط ما بين عظم وعظم، يبقى الرباط يختلف عن الوتر، يبقى ده وتر. والتفسير لماذا؟ لأنه يصل ما بين العضلة اللي هي موجودة عندكم باسم ذات الرؤوس الثلاثة والعظام. سؤال: ماذا تتوقع أن يحدث في حالة قطع رقم 4؟ زي أي وتر لو اتقطع، إيه اللي يحصل لو أي وتر في الجسم حدث به القطع؟ مش لازم الوتر اللي قدامك بس في الشكل، النتيجة تتوقف الحركة عند هذا المفصل. يبقى الحركة مهمة جدا في تواجد عضلة تنقبض ووجود وتر يصل ما بين العضلة وما بين العظم. عندنا سؤال بيقول: اذكر مكان ووظيفة الثقب الكبير. مكانه في قاع الجمجمة أو في الجزء المخي من الجمجمة. وظيفته أنه بيعمل من خلاله على اتصال المخ بالحبل الشوكي. سؤال آخر بيقول: قارن بين الساركوبلازم والساركوليما. عايز التعريف هنا والتعريف هنا، أو ما المعنى هنا وما المعنى هنا. الساركوبلازم هو سيتوبلازم الليفة العضلية، هو سيتوبلازم الليفة العضلية، ويحتوي على نوعين من اللليفات العضلية هي الأكتين والميوسين، وبالإضافة إلى عدد من الأنوية. أما الساركوبلازم، فعارفين أن الساركوبلازم هو غشاء يحيط بسيتوبلازم الليفة العضلية، يبقى الساركوبلازم هو الغشاء الذي يحيط بسيتوبلازم الليفة العضلية، ده الساركوليما. وضح بالرسم، وأكيد كلكم بتعرفوا ترسموا فقرة عظمية نموذجية. تعال نشوف بسرعة كده، دي الرسم، لكن إن شاء الله في حلقة قادمة نجمع كل الرسومات ونرسمها ليكم على السبورة عشان تبقى تعرف إزاي بيتم عملية الرسم. ما المقصود به الوحدة الحركية؟ المقصود بالوحدة الحركية، الوحدة الحركية هي الوحدة الوظيفية للعضلة، وهي تتكون من اتصال ليف عصبي حركي بعدد من الألياف العضلية تتراوح ما بين 5 و100. وانقباض العضلة هي محصلة انقباض الوحدات الحركية له. سؤال آخر بيقول: ما المقصود به الوصلة العصبية العضلية؟ أكيد الوصلة العصبية العضلية هي اتصال التفرع النهائي
لليف عصبي حركي بالصفيحة الحركية للليفة العضلية. يبقى اتصال مين بمين؟ اتصال التفرع النهائي، اتصال التفرع النهائي لليف عصبي حركي مع الصفيحة النهائية الحركية لليف العضلية. اختر الإجابة الصحيحة. العظم الذي يبدأ وينتهي بمفصل زلالي هو مين؟ مين اللي بيبتدي بمفصل زلالي ومين اللي ينتهي بمفصل زلالي؟ عظمة القص أم عظمة الترقوة أم عظمة العضد أم عظمة الحرقوفة؟ طبعا الوحيدة اللي بادئة بمفصل زلالي ومنتهية بمفصل زلالي هي عظمة العضد. ليه العضد؟ لأن العضد بيبدأ بمفصل الكتف وبينتهي بمفصل الكوع، عشان كده المفصلين الاثنين مفاصل زلالية. ما المقصود ب المفاصل الليفية؟ دي مفاصل بتوجد بين عظام الجمجمة وبتلتحم مع بعضها عن طريق أطرافها المسننة، ويتحول فيها النسيج الليفي إلى نسيج عظمي، وهي مفاصل عديمة الحركة. أيضا ماذا يحدث في حالة تناقص المخزون المباشر للطاقة في العضلة التوأمية؟ تناقص المخزون المباشر للطاقة في العضلة التوأمية هو مين المخزون المباشر؟ هو مقصود به جزيئات الـ HB. طب لو تناقص الـ HB سيؤدي ذلك إلى حدوث الشد العضلي، لأن نقص كمية الطاقة بحيث تصبح غير كافية لفصل الروابط المستعرضة عن خيوط الأكتين، وبالتالي تظل العضلة في حالة انقباض. دي كانت مجموعة متنوعة من الأسئلة حول موضوعي الدعامة والحركة. على أمل لقاء قريب وحلقة قادمة، وكل الشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل الرائع اللي من خلاله بيتواصل به وزارة الشباب والرياضة مع أبنائها من طلاب مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.